فلما حتى الخبر بيطلع ممكن خبر يعني يكون في نوع من انواع التكتيك شويه، لكن ان موسيماني ما يعرفش ان في عرض اماراتي، وخلي بالكوا دي الفرقعه اللي متعودين عليها بصراحه، يعني احنا متعودين من زمان على فرقعه صحفيه عشان الخبر يوصل للعيبه او يوصل لموسيماني ويبدا الناس تفكر، وخلي بالكوا ولا اللعيبه ولا موسيماني بيفكروا في اي حاجه من اللي بتتكتب دي خالص، احنا بنكلم حضراتكم علشان الامور ما تزيدش، احنا بنتكلم علشان نقول حضراتكم ونطمن حضراتكم ان ولا موسيماني ولا اللعيبه ولا مجلس الاداره ولا احنا بتفكر في كل الكلام، ولا احنا اقول لك انا استنى بس اللي يعرف يعرف الموضوع ده والعرض ده اللي كتب الخبر نفسه، لا يعني هو ده بس اللي يعرف. خلي بالك هو برضو تطرق لزوجته علشان هي مديره اعماله، فقال يعني العرض وصل ليها وهي ما فتحتهوش، وبدا يعمل قصه اصل هنفتح الموضوع ويقعد مع المجلس ويقعد هنفتح مع الموضوع بس محمود. بعد يعني كلها امور ساذجه جدا للاسف، وزي ما بقول لكم تاني احنا هنا في البيت الكبير وقناه النادي الاهلي احنا بنحاول بقدر الامكان بنرصد كل دوت وبنعرضه لحضراتكم، وحضراتكم اكيد فاهمين 90 99% من الناس اللي سامعاني اكيد فاهمه الغرض ايه من هذه الاكاذيب ومن هذه الاخبار، واكيد كلنا بنتابع السوشيال ميديا، اصل فلان جاله كورونا، اصل مش عارف واحد في الاتحاد الافريقي بيقول لك اصل احتمال كبير جدا الاهلي عنده مشكله كبيره، ايه مشكله النادي الاهلي؟ اصل اللعيبه بتصاب كل يوم لعيب، والنادي الاهلي بيطلع وبيتكلم. اصل يا جماعه حتى المرض، يعني حتى المرض ما بيكونش فيه ان اركب ترند ولا اعمل خبر كاذب لكسب تعاطف احد الاطراف الموضوع، خلينا نتكلم بعقلانيه شويه، لما بيكون في حد تعبان وما يكون في عينه ايجابيه بيعلن دوت، اصل الموضوع ما بيستخباش، فخلينا نتكلم ان كل الكلام ده لا اساس له من الصحه، يعني حتى الاتحاد الافريقي بيقول لك في عنوان الاتحاد الافريقي بيفجر مفاجاه كبيره ان النادي الاهلي في ورطه كبيره، ليه في ورطه كبيره زي ما قلت لكم؟ خبر تاني يعني يقول لك خبر تاني دي من الاخبار اللي متداوله، يعني ده موقع اسمه 13 بيقول ان تفشي بشكل كبير جدا فيروس كورونا بالنادي الاهلي خلال الايام الماضيه خاصه بعد اصابه الثنائي صالح جمعه وكهربا، وتابعها طبعا احمد ياسر ريان ومحمد شريف واخيرا وليد سليمان النهارده، يعني بيضاف لقائمه المصابين بفيروس كورونا المستجد، وادت ظهور تلك الاصابات الى خوف كبير لدى مسؤولي النادي الاهلي، خاصه وان من المتوقع ظهور اكثر من حاله خلال الايام المقبله، خاصه هقرا بس الخبر لان ان اللاعبين المذكور اسمائهم اللي اتصابوا بفيروس كورونا خلطوا معظم اللعيبه في الفريق والتدريبات وغرف خلع الملابس، وبيرفع احتماليه اصابتهم بفيروس كورونا، واحنا عارفين طبعا النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني عمل مسحه امبارح في مقر النادي بالجزيره، يعني من قبل ما يخش للمعسكر طبعا، ده قبل حتى مباراه ابو قير، والموقع بيقول ان هو بعد المباراه ان كان في بعض المشاكل وان النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا، لان متواجد دلوقتي بس في المعسكر 17 لعيب، وبالتالي 17 لعيب هم الموجودين، الموقع بيقول ممكن جدا يظهر اصابات في 17 لعيب، واحنا عارفين هتبقى مشكله لو القايمه اقل من 14 لعيب فدي هتبقى مشكله. خليني بس يعني اخد اختصار للكلام كله، ان كل الكلام اللي بيتقال دوت انا يعني حتى الاسباب اللي كاتبها اسباب غير منطقيه. اولا موسيماني احنا عارفين راجل محترم وبيحب النادي الاهلي ومرتبط مع النادي الاهلي وما بيفكرش في اي حاجه تاني غير النادي الاهلي. الجزء الثاني لفيروس كورونا من المتوقع زياده الاعداد، الكلام دوت يعني الكلام دوت خلينا مش بروفيشنال، اصل هو كل ما واحد بيطلع هو البي سي ار والرابيد تيست في بعض، يعني هو الكلام ودخل الاتحاد الافريقي. طب الاتحاد الافريقي دخله ايه دلوقتي؟ الاتحاد الافريقي هو ليه 48 ساعه، احنا بنتكلم الماتش يوم الجمعه، يوم الاربعاء هيكون في مسحه طبيه، ومن خلال المسحه الطبيه يوم الاربعاء ان شاء الله ما يكونش في حاجه ايجابيه هيكتشف بقى مين اللي يقدر يلعب مين ما يلعبش، هي دي بقى فدي قصه كلها، يعني دي اللي هتقطع الشك باليقين ان انت هتعمل بي سي ار مش بس رابيد تيست، رابيد تيست ده اللي بيكشف عن الاجسام المضاده، لكن البي سي ار هو اللي بيكشف عن الفيروس اذا كان عند اي شخص لا قدر الله من عدمه. هي ديت المساله ان انت الاتحاد الافريقي هو اللي يحسم الموضوع دوت ان شاء الله لما يعمل المسحه لكل اللعيبه حتى بتوع الزمالك يوم الاربعاء عشان النتيجه تطلع الخميس. وبعد كده خلي بالك الاتحاد الافريقي هو فاضي، الاتحاد الافريقي عنده مصيبه، الاتحاد الافريقي طبعا يعني عنده مشاكل قد كده، ويمكن وقف طبعا الرئيس الكاف احمد 4 سنين او 5 سنين هنتكلم على ده بالتفصيل، لكن دوت كمان
كمان يعني الناس مش فاضيه للكلام دوت. كل الاتحاد الافريقي عنده ان هو يوم الاربعاء 48 ساعه قبل مباراه النادي الاهلي والزمالك عنده اللجنه الطبيه بتروح بتعمل مسحه للعيبه، بيطمن والله ده ايجابي يبقى هيتعزل، ده سلبي يبقى دخل القايمه، والموضوع مش اكتر من كده يعني.